في الشأن اللبناني، دعا المتظاهرون إلى تنفيذ مسيرة سلمية اليوم الجمعة تزامنا مع عيد الاستقلال لتجديد مطالب الحراك الشعبي. ندد المتظاهرون بالتدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية التي أفضت إلى ضرب سيادة البلاد واستقلالها، مشددين على ضرورة الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة الحكم الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية. هاتفيا معنا فادي عكوم، الكاتب الصحفي اللبناني. أستاذ فادي، أهلا بحضرتك. نعم، أستاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي، أهلا بحضرتك. طيب، إذا فقدنا الاتصال، سنحاول طبعا الوصول للأستاذ فادي مرة أخرى، ولكن ما زلنا في الشأن اللبناني، حيث دعا المتظاهرون في لبنان كما ذكرنا إلى تنفيذ مسيرة سلمية اليوم، وذلك طبعا تزامنا مع عيد الاستقلال لتجديد مطالب الحراك الشعبي، والمتظاهرون ينددون بالتدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية والتي أفضت إلى ضرب سيادة البلاد واستقلالها، وشددوا على ضرورة الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج المنظومة الحالية للحكم، وأيضا تشكيل حكومة إنقاذ وطنية. أيضا المتظاهرون يعني كانوا يذكرون بأنه مطالب الثورة هي منذ بدايتها ولم تختلف، ولكن على أي حال طبعا سنتعرف أكثر على التفاصيل من الأستاذ فادي عكوم. عاد إلينا مرة أخرى. أستاذ فادي، هل أنت معي الآن؟ أهلا بحضرتك. أهلا، صباح النور. طيب، هناك دعوة لي كما ذكرنا في سياق الخبر تنفيذ مسيرة سلمية بالتزامن مع عيد الاستقلال، وكان هناك كلمة للرئيس اللبناني ميشيل عون يبدو أنها لم تلقى قبول، ويبدو أن التصريحات التي خرج بها يعني تصريحات لم تلبي أيضا رغبة أو مطالب الحراك. ما تعقيبك عن هذه المسيرة؟ ماذا يحدث في لبنان الآن؟ يعني بطبيعة الحال كان الجميع يتوقع أمس أن يقوم الرئيس عون بتسمية شخص ما، إذا لم نقل الرئيس سعد الحريري، بتكليفه لرئاسة الحكومة، لكن يبدو بأن أسلوب المراوحة السياسية لإيجاد صيغة ما ترضي جميع الأطراف السياسية وليس فقط الشارع هو المسيطر، وبالتالي بطبيعة الحال فإن الاحتجاجات مستمرة. وللأسف اليوم صباحا وجهت رسالة مباشرة للمتظاهرين عبر إحراق رمز الثورة، وهو قبضة عملاقة كانت معلقة في ساحة الشهداء تم إحراقها. لكن الأمور تتجه إلى تصعيد خلال الشارع. اليوم يوجد مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية ستصب في ساحة الشهداء كتأكيد على المطالب، وأولها تشكيل حكومة بعيدة عن السياسة، حكومة تكنوقراط. نعم. بالإضافة إلى المسير أو السير بملفات الفساد. طيب، اللبنانيون يرفضون التدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية، وفي نفس الوقت كان هناك دعوة أممية لسرعة تشكيل الحكومة. ما أصداء هذه الدعوة؟ يرحب بها اللبنانيون في مسألة أنه ضرورة وجود مساندة دولية لهذا الحراك ولمطالب هذا الحراك يعني التي يطالب بها المتظاهرون منذ البداية، وبالنسبة أيضا للطبقة السياسية هل تتخذها مثلا ذريعة لفرض مثلا وصاية من بعض الدول أو من بعض المنظمات؟ يعني ما أصدى هذه الدعوة الأممية؟ يعني شئنا أم أبينا يجب الاعتراف بأن الإرادة السياسية الداخلية في لبنان ليست مستقلة على الإطلاق، بل هي خاضعة لمنظومة من التدخلات السياسية الإقليمية والدولية. نعم. وبالتالي فإن المواقف الأمريكية والروسية خلال 48 ساعة الماضية تؤكد على عدم الاستقلالية، وبات واضحا بأن كل طرف لديه من يدعمه، يعني حتى الفريق الحاكم الذي يحاول الرئيس عون بالإيحاء بأنه مستقل وقراره لبناني وقراره صناعة لبنانية، جميعنا نعلم بأنه بالمحور الإيراني الروسي، وفي الشق الآخر يوجد أحزاب سياسية على الأرض مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، وبالتالي فإن من الباكر جدا الوصول إلى هذه
اللبنانية المستقلة التي تتم المناداه بها. نعم أستاذ فادي، ما الذي يؤخر الاستشارات النيابية؟ المسار الدستوري أم هناك أيضا تأخير من قبل الطبقة السياسية وتعطيل ومراوغة كما يقول البعض؟ يعني الطبقة السياسية هي المسؤولة عن تأخير تشكيل الحكومة، تأخير الاستشارات النيابية، خصوصا وأن حكومة تكنوقراط تعني خروج غالبية الوجوه التقليدية السياسية في لبنان عن الواجهة، واستبدال صناعة القرار الداخلي. وهنا بالتحديد يعني يوجد كرئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل، يوجد حزب الله، مع الإشارة بأن أمر عالق وهو مسألة سلاح حزب الله، حيث درجت العادة خلال الحكومات الماضية على إدراج بند في البيان الوزاري لأن سلاح حزب الله هو سلاح شرعي وما إلى ذلك من عبارات تؤمن له الشرعية الداخلية لبقائه. وبالتالي فأن يعني التناقض، يعني لا يوجد حكومة تكنوقراط بعيدة عن السياسة تتوافق على هذا البيان. وبالتالي أعتقد فأن حتى حزب الله لو تم التأكيد له والضمان وتقديم الضمانات له بأن هذا البند باق ستسير الحكومة الجديدة. نعم أخيرا يا أستاذ فادي، سؤالي لحضرتك له علاقة ب وضع اقتصادي متأزم كانت تعيشه أو كان يعيشه لبنان سابقا قبل هذه الانتفاضة، والآن يعني تعثر الوضع أكثر وخفضت وكالات من تصنيفها للبنان، وهناك أزمة اقتصادية حقيقية بالفعل بتحذر منها كل المؤسسات حتى المؤسسات الدولية يعني بالمناسبة. هل هذا أثر على الحراك، أثر على زخم الحراك؟ لا، هو لا يؤثر على الحراك على الإطلاق، كون الأمر كان قبل وبعد كما تفضلت، لكن يعني استمرار الحراك لطيلة هذه الفترة أصاب الاقتصاد اللبناني بمقتل أكثر. وبالتالي فإن حتى الفريق الحاكم يراهن على أن يصور الشارع على بعضه، أن تكون هناك حركة شعبية مناوئة للحركة الشعبية المناوئة للحكم حاليا. نعم، وهذا الامر يعني اعتقد انها مراهنه فاشله. فالجميع موضوع في لبنان حتى ولو اختلفوا سياسيا، ولو اختلفت الاراء والانتماءات السياسيه. اشكرك جزيل الشكر استاذ فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني. إذن في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل اللبنانيون بعيد الاستقلال، وهو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطني التي ناضلت من أجل إطلاق السراح بشارة الخوري رئيس الجمهورية آنذاك ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلح من الاعتقال وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.